مركز الثالث، تهانينا للجميع والناموس في هذه اللحظات. متابعينا الكرام، الكلمة تعود مباشرة للزميل محمد بن بريك المري. شكرا للزميل نايف البلوي، واحيل الكلمة الى زميل حمد بن محمد الزايد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. لازلنا نتواصل مع حضراتكم مع انطلاقات هذا اليوم وهذه الفترة الصباحية ومع سن الكبار. ايها الاخوة الافاضل، شوطنا الرابع ينطلق ويسير، ونتعرف واياكم على هذا الشوط، وهذا الشوط مخصص للزمول من مسافة 8 كيلومتر. نبدأ ونتعرف مع شاهين. شاهين تعود ملكيته لمحمد بن كردي بن طالب المنخس المري، هو من ينتقل بدوره إلى المركز الأول وإلى المقدمة وإلى صدارة هذا الشوط. نتابع وإياكم المركز الثاني. من يتواجد على المركز الثاني؟ العاصف. تعود ملكية العاصف لصالح بن حمد بن هاملة المري، من يصن ويحتل المركز الثاني. ننتقل للمركز الثالث. الفارس ياتي على المركز الثالث لفهد بن محمد بن راشد الدوسري، من يتسلل ويحتل المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع. التواجد من هجام لمتعب بن حمد بن متعب المري، من يصن ويحتل المركز الرابع. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس. التواجد هنا من الدبلوماسي، تعود ملكيته لخليفة بن سعيد بن علي الكتبي، من يصن ويحتل المركز الخامس في ندائنا الأول. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود إلى مقدمة هذا الشوط. المنخس مع المركز الأول ومع الصدارة ومع قيادة هذا الشوط، هذا هو شاهين لمحمد بن كردي المنخس المري مع المقدمة ومع الصدارة ومع القيادة، يتحكم في زمام هذا الشوط ويقود هذه الزمول المشاركة معنا في هذه الانطلاقة. يا سلام يا شاهين، يا سلام يا شاهين، أحد الأسماء الحاضرة في هذا المهرجان. شعار السيد محمد بن كردي بن طالب المنخس أيضا كان له حضور مميز معنا في سن الصغار، وها هو يتواجد معنا في سن الكبار. شعار محمد بن كردي بن طالب المنخس المري. يا سلام يا سلام، هذا هو شاهين من يندفع وينطلق إلى المركز الأول، بينما هنا القدوم من العاصف. العاصف العاصف مع شعار صالح بن حمد بن هاملة المري، شعار تكلم عنه التاريخ، تحدث عنه أيضا الجميع أيها الإخوة، سواء من المعلقين أو من المحللين. هذا هو شعار صالح بن حمد بن هاملة المري، ولكن التقدم والوصول من الدبلوماسي. الدبلوماسي يتحرك بقوة ويقير من المركز الخامس إلى المركز الثاني. يتعود ملكيته لخليفة بن سعيد بن علي الكتبي، من يقير ويحتل المركز الثاني، بينما هنا على المركز الرابع. التواجد على المركز الرابع من الفارس لفهد بن الرومي الدوسري، من يحتل المركز الرابع، بينما هنا على المركز الخامس يصن هجام متعب بن حمد بن متعب المري، من يصل ويحتل المركز الخامس على ظهر هجام. هذا هو ندانا الثاني متابعينا ومشاهدينا الكرام. أيها الإخوة الأفاضل، نعود إلى المقدمة، والسيارة النيسان بترول ستيشن تنتظر الفائز معنا بالمركز الأول، والزعفران والناموس الذي يهم الجميع. يا سلام، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الدبلوماسي لخليفة بن سعيد باللومية الكتبي، من يقير ويحتل المركز الأول والصدارة. يا سلام،
الله، هذا هو الدبلوماسي، هذا هو الدبلوماسي. من يحتل المركز الأول ويسيطر على المقدمة سيطرة فعالة وسيطرة حاضرة، أيضا يشاهدها جميع من يشاهد هذه الانطلاقات. الدبلوماسي لخليفة بن سعيد بن لومي الكتبي مع المركز الأول ومع الصدارة، بينما يصل هنا شعار محمد بن كردي بن طالب النخس المري على ظهر شاهين. من يحتل المركز الثاني؟ نتابع المركز الثالث ونكمل ندائنا الثاني يا متابعينا الكرام. من يصلنا شعار صالح بن حمد بن هامله المري على ظهر العاصف، العاصف من يعصف بعصر المركز الرابع، بينما هنا على المركز الثالث اللي غير في هذه اللحظات، غير إلى المركز الثالث هجام متعب بن حمد بن متعب المري. من يغير إلى المركز الثالث؟ نتابع المركز الخامس، يصل ويتسلل الفارس لفهد بن الرومي الدوسري. من يحتل المركز الخامس؟ هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى في ندائنا الثالث. أيها الإخوة، نعود إلى شعار بلومية، شعار بلومية الكتبي مع المركز الأول مع الدبلوماسي، الدبلوماسي الدبلوماسي هناك مع الكادر الأعلى، مع الكاميرا الرئيسية الأولى، هناك مع المقدمة ومع القيادة. يا سلام يا سلام، الله الله الله، هذا هو الدبلوماسي، الدبلوماسي يسيطر سيطرة فعالة وسيطرة تامة هنا على مقدمة هذا الشوط، وما عليه أي خطورة من بقية المشاركين. أرى التحركات من شعار بن كردي، هنا يتحرك المنخس، يتحرك على المركز الثاني ويصدر التعليمات الطفيفة هنا من خلال تقدم شاهين، شاهين لمحمد بن كردي بن طالب النخس المري، يتحرك بقوة إلى المركز الثاني. يا سلام الله، أحد أبناء الشحانية وأحد أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هنا على الصدارة وعلى المقدمة. أيها الإخوة، ننتقل إلى المركز الثالث، ننتقل إلى المركز الثالث ويصلنا العاصف، العاصف لصالح بن حمد بن هامله المري. من يحتل المركز الثالث؟ نتابع المركز الرابع، يصل شعار بن رومي هنا، فهد بن رومي فهد بن رومي الدوسري على ظهر الفارس. من يغير ويحتل المركز الثالث في هذه اللحظات؟ يتراجع العاصف لصالح بن حمد بن هامله المري، بينما هنا على المركز الخامس يصل اسم جديد، اسم جديد ينضم إلى كوكبة خماسية مشاهدينا الكرام، إلى ندائنا الرابع في هذه اللحظات. هذا هو شاهين لسالم بن حمد بن هدفه المري. من يصلنا ويحتل المركز الخامس؟ يا سلام، الله 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 الله، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصلت أيضا الزمول، الزمول الزمول التي لها إنجازاتها ولها أسماها. ولكن نعود إلى شعار بلومية الكتبي، هنا خليفة بن سعيد بلومية الكتبي مع المركز الأول مع الدبلوماسي، الدبلوماسي الله الله يا الدبلوماسي، ما عليه أي خطورة. هناك يرقص وحيدا مع المقدمة مع الصدارة ومع القيادة. يا سلام الله الله الله، يا سلام، هذا هو الدبلوماسي، هذا هو الدبلوماسي، ولديه أيضا حصانة دبلوماسية. أيها الإخوة، هذا هو الدبلوماسي، يحتل المركز الأول لخليفة بن سعيد بلومية الكتبي مع الدبلوماسي ومع هذا الأداء الجميل. 2 كيلومتر على خط النهاية، أول القادمين، أول الواصلين يلكتبي هنا، الوصول والقدوم من شاهين لأحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. يا سلام، من أقوى من أقوى الزمول كذلك في هذا الشوط. ولكن على المركز الثالث يصل ويتسلل الخليج، الخليج لعبد الله بن حمد بن نهيان العامري، كذلك لا يستهان بأمره، بينما هنا على المركز الرابع
العاصف لصالح بن حمد بن هامله المري، وعلى المركز الخامس يصل ويتسلل هنا شاهين سلطان بن سيف بن معضد المشقوني، هنا يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه الأسماء القوية يا مشاهدين الكرام. 1500 متر يا متأخرين، كيلو ونصف الكيلو على السيارة وعلى الناموس. يا سلام، الله الله الله، هذه القيادة مع الدبلوماسي، الدبلوماسي الدبلوماسي يحتل المركز الأول، وما خاب المسمى، ما خاب المسمى يا بلوية، هذا المسمى الجميل الذي يليق بالدبلوماسي. خليفة بن سعيد بلومية الكتبي هو من يحتل المركز الأول مع الدبلوماسي. يا سلام، الله الله، الكيلو الأخير يا متأخرين، الكيلو الأخير، والدبلوماسي لازال يسيطر سيطرة فعالة وسيطرة تامة على المركز الأول، وانفراد كلي عن بقية المراكز هنا مع الدبلوماسي. يا سلام يا الدبلوماسي، الدبلوماسي مع المركز الأول، خليفة بن سعيد باللومية الكتبي مع المركز الأول، يندفع بقوة، يندفع بسرعة مشاهدينا الكرام، فائقة فائقة بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر. الله الله الله، يا سلام يا الدبلوماسي، الله، ما عليه أي خطورة مشاهدينا الكرام. الدبلوماسي الدبلوماسي يجدد الأداء، يندفع اندفاع قوي للقاية للقاية، تلقائي هذا الأداء مشاهدينا الكرام. هذا هو، هذا هو الدبلوماسي يقطع أمتار الميدان بقوة وبجدارة وباستحقاق أيها الإخوة، بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر مشاهدينا الكرام. سلامنا وتحياتنا إلى دبي وإلى المرموم مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لمالك الدبلوماسي خليفة بن سعيد باللومية الكتبي على انتزاعه وتحقيقه بالمركز الأول، وتحقيق الدبلوماسي بالمركز الأول، والعصا لم تتحرك للمعلومة، هذا الأداة تلقائي. تهانينا تهانينا تهانينا، والناموس لمالك الدبلوماسي خليفة بن سعيد باللومية الكتبي على هذا الناموس المركز الثاني. يصل هنا الفهد لسليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين المركز الثالث، يصل شعار بن رشيد أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على ظهر شاهين المركز الرابع، الوصول من عز الجيش لحمد بن محمد بن علي المري، وعلى المركز الخامس يصل براق المبارك بن كاظم المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود وإياكم إلى لحظة وصول الدبلوماسي. نعم، هذا هو الدبلوماسي ويقطع المسافة في 13 دقيقة 11 ثانية 52 جزءا من الثانية بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر. تهانينا والناموس لمالك الدبلوماسي خليفة بن سعيد باللومية الكتبي، نهنيه على هذا الفوز وعلى انتزاع هذه السيارة. أما المركز الثاني فيصل الفهد 13 دقيقة 17 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لسليمان بن حمد بن سليمان بن جبريل، كما نهني سالم بن شعفول المري. أما المركز الثالث فيصل هنا شعار بن رشيد شاهين 13 دقيقة 20 ثانية 40 جزءا من الثانية، تهانينا لأحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي.